مشاهدينا الله معكم من لبنان. الليلة نحن وياكم بحلقة خاصة مع المونسيور شارل سعد من إدمونتون، الرعية المارونية، هذه الرعية يلي دايما عم تحيي لبنان بهذه الرعية الناشطة، لأنه المونسيور ناشط على الأرض كما تعلم من الرب يسوع المسيح، التواضع، الخدمة، المحبة والرسالة بدون تمييز، بدون حدود. دايما وقف إلى جانب لبنان في السراء والضراء، أحب لبنان حتى الرمق الأخير. أنا وياكم مشاهدينا بسرنا نرحب بالمونسيور شارل سعد من دير يسوع الملك التابع لرهبات الصليب، التابعة أيضا للأب أبونا يعقوب الكبوشي، من هالدير، من هالأرض الطيبة، لحتى نعلن أنه لبنان مع كل الضربات، مع كل الحروب، مع كل الأزمات، دايما عنا الرجاء والإيمان، وهلأ وقت نتضامن كلنا ونصلي من أجل وحدة هالوطن. أهلا وسهلا فيك مونسيور. حبينا نستفيد من هالوقت لأنه بعد كم يوم تارك لبنان. بعرف هالغصة وبعرف قديه بعز عليك تكون معنا وبيناتنا. بدي أعرف اختبارك أبونا هالكم يوم يلي عشتهم مع اللبنانية بهالظروف الصعبة، بأصوات يعني الدمار ومشاهد الألم يلي عم نشوفها، قدي رجعتك كم سنة لورا؟ إيه أكيد. شكراً رانيا على استقبالك وعلى هالحلقة الحلوة وعلى كل هالحلقات يلي عم تقدميهم. أكيد يعني الوضع مؤلم اليوم بلبنان، الكل بيعرفه، كل بيعرفوا انه وضع مؤلم، بس كمان بذات الوقت هيدا الوضع هو حتى يرجع يخلي اللبنانيين كلهم يتحدوا، خلينا كلنا نكون متضامنين، نكون عم نساعد بعضنا. بتعرفي بالسياسي كلنا بنختلف، بس بالامور الانسانيه لازم كلنا نتضامن. في ناس كثير اليوم مثل ما قالوا انه في اخوتنا من غير ديانات وطوائف بحاجه لاستقبال كل هيدا الاشياء الانسانيه، هيدا الانجيل بيعلمنا اياها. ونحن مثل ما قلتي نحن بهالدير يلي اسسه القديس يعقوب الكبوشي. القديس يعقوب الكبوشي اسس دير الصليب سنه 1900. ان شاء الله بنشوفه على ايامنا قديس الطباوي. ايه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. بس اعماله كلها كانت اعمال خدمه انسانيه ومحبه، والرهبات اليوم خير دليل بخبرونا انه بعضهم عم بيكملوا رسالته بكل المباني اللي هو بناها وهو اشتغل فيها 100%. الطباوي يعقوب هو من غزير، وهو كان يقول هالكلمه الحلوه، كان يقول النبعه ما بتسال اللي بده يشرب منها مين انت، لا شو ديانتك ولا شو لونك ولا شو بلدك، من وين انت جاي، مينك انت، بتعطي الكل. وهيك الانسان، كل انسان وخاصه الانسان المسيحي يلي بياخذ تعليم من المسيح يلي بيقول لنا كنت جائعا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، هيدي هي الدينونه الاخيره بدها تكون على هودي المواضيع. نحن مدعوين انه كلنا نتضامن مع بعضنا، نحب بعضنا، نتعالى عن الجروح، ونساعد بعضنا، ونكون قلبنا وبيوتنا مفتوحين للجميع. مونسيور رح ارجع معك الى البدايات. يعني كيف انتقلت على كندا، وين كنت، كيف بلشت رسالتك، وقدي هالرساله فيها الكثير من المحبه وكثير من العطاء اللامحدود، لانه بعرف قدي خدمتك بمحبه، ورح نحكي تباعا خلال الحلقه. شكرا رانيا. أنا أول شيء باختصار، أنا من ضيعة اسمها طرزة بقضاء بشري من منطقتك. ارتسمت كاهن مع المطران الفرنسيس البيسري سنة 92. 95 قال لي إذا بدك تروح تتعلم بفرنسا. مضيت 10 سنين بفرنسا، هونيك كتبت كتاب عن الزواج بين المسيحيين والمسلمين، 777 صفحة، موجود أونلاين على لارماتون، ليديسيون دو لارماتون. بعدين بعد ما خلصت دراستي بتلفني المطران البيسري بيقول لي في حاجه لكاهن بكندا، وهيك انتقلت لعند مطران يوسف الخوري. يوسف الخوري يلي طلبني حتى ساعده بموريال، ساعدته سنه ونص، بعدين نقلني الى اونتاريو 10 سنين، وينزر، ليمينغتون، لندن. هونيك كان لنا الحظ وكمان الله ساعدنا، العناية الإلهية ساعدتنا، العناية اللي دايما بيحكي عنها الأب كبوشي.
يعني اللي هي ساعدتنا حتى نعمر كنيسة مار الياس بلندن، حتى نشتري بيوت للكنيسة، حتى نساعد المحتاجين، حتى ننقل مزار السيدة لبنان، عندنا مزار هونيكي إلى المطرانية، إلى ملكية المطرانية كندا تحت إشراف المطران بول مروان ثابت، يعني موجه له تحية كبيرة. فإذا بعدين بعد ما خلصنا رسالتي بمنطقة أونتاريو انتقلت إلى إدمنتون، بإدمنتون بمقاطعة ألبرتا يلي هي 64 مرة مساحة لبنان، فيها سكان تقريبا قد لبنان حوالي 5 مليون شخص. وهونيك نشكر الله يعني كمينا عايشين بسلام، عايشين بسلام. نحن عنا الدروز كتار، السنة كتير كتار، الشيعة كمان في شيعة مسيحيين، كلنا سوا عايشين بسلام. راح المفتي رشية من فترة قلت له بسبيتش وقت استقبلته، قلت له نحن الحلو فينا هون بإدمنتون وين ما نروح منحس حالنا ببيتنا، إذا كنا عند الدرزي أو كان الدرزي عنا أو السني أو الشيعي كلنا سوا. وهذا الشيء بيميز إدمنتون ما شفته حتى بكل كندا. يعني نحن وقت تعمرنا الكنيسة إجوا ساعدونا، وقت عمروا الجامع رحنا ساعدناهم، يعني عايشين كأننا بالسماء هونيك. والشغلة الثانية اللي ساعدتنا كمان حتى نكون قريبين من الوطن، مثل ما عم بتقولي إنه هالأشخاص يلي مرقت عليهم أزمة الكوفيد، أزمة البنوك يلي انسرقت كل أموالهم، صار في ناس كتير يفوتوا على الأونلاين ويشوفوا بما أني أنا كاهن هونيك بكندا يطلبوا شغلتين دايما، بس يوصل لي مسج أو بدأ يتخذنا على كندا أو بليز ساعدنا. لأنه وهيك ساعتها نشكر الله، أنا أكيد ما عندي إمكانية أني ساعد مثل كاريتاس والمنظمات الكبيرة، ولكن في كتير من أصحابي الأغنياء ساعدوا، منشان هيك قدرنا نودي حوالي لحد هلأ 25,000 دولار، وبعد في ناس عم تتبرع حتى نقدر بالقليل يعني نسند كل عائلة بشي مبلغ كتير صغير أو وسط حسب حاجاتها. وهذا الشيء كمان أنا برجعه لعناية الله، مثل ما بيقولوا divine providence the providence divine، يلي هي دايما العناية الإلهية. كان دايما الأب كابوشي يحكي عنا ويقول إنه أنا بتكل عليا، وهو يعمر كل هالمدارس وكل هالمشاريع اللي عملها متكل على العناية الإلهية. كمان حلو فيك مونسيور، عندك هالشفافية وهالوضوح المطلق، يلي إذا إجتك مساعدة بتخبر قديش وكيف انصرفت وين راحت. يعني هيدا الحس يلي اليوم نحن عم نفقده بلبنان، الثقة. برأيك اليوم كيف الإنسان بيبني ثقته مع الآخر بوقت نحن فقدنا الثقة بكل شيء بلبنان، بالزعماء، بالناس، بالمصارف، المؤسسات، بكل شيء، كيف ممكن نرجع نرجع هالثقة؟ هيدي الثقة مثل ما قلتي رانيا بأول سؤالك بترجع لكلمة الشفافية. إذا في شفافية بيصير في ثقة. يعني أنا في كتير ناس بيقولوا لي إيه أوكي، مين قال لك مثلا ما هالعيال في ناس عم بيحتالوا عليك أو عم بياخدوا منك إشي هني مش عايزينه أو شيء؟ أكيد نعمل investigation على كل عائلة، مجرب نسأل وهيكي. بس ضروري مثلا أنا وقت اللي ببعت عندي مندوبين هون بلبنان، المندوبين أكيد ما راح أقول لهم إذا مندوبي بزحلي إلا روح يعطيه مساعدة ببشري أو بصغرطة. مشان هيكي ببعت أنا المساعدة تنقول $1,000 أو $1,500، وبقول لهم وزعوا لعشر عيال أو لخمسعشر عائلة، ولكن كله بالويسترن يونيون وكله في وصولي. أوكي، وقت بيكون في هيك إشياء شفافة والإنسان بيكون شفاف وفي كل شيء إثباتات على كل شخص بيعطينا مصاري، ساعتها بيصير عندهم ثقة. عندي أصدقاء اثنين بموريال، مارسيلين وسمير، بيبعتوا لي مثلا $2,000 كل مرة، 1,500 2,000. شو بعمل أنا؟ ببعث لهم لسه بكل الأشخاص يلي وصلوا لهم المساعدة مع أرقام تليفوناتهم مع الوصولي، بينبسطوا هني إنه عم بيقدروا يساعدوا، عم بيودوا للأشخاص المناسبين أكيد للي بحاجة، بيوصلوا لهم هالوصولي وبيصيروا هني يتشجعوا كل مرة، كل ما يعملوا ربح كمان بيبعتوا لنا حتى نساعد المحتاجين. كتير حلو دايما أبونا، ونحن منفرح بفرح العطاء. يعني عنا هيدا الاختبار الحلو دايما إنك لما تعطي بمصدر مسؤول وموثوق بتفرح إنك عم تسند هالعيال. اليوم برأيك بين كندا وبين لبنان وبين هالدول اللي زرتها أو عشت فيها، فرنسا، شو بينقصوا لبنان حتى يرجع دولة تحترم الإنسان؟
إيه أول شيء بدي أقول لك إنه في كلمة بيقولها يسوع مش موجودة بالأربع أناجيل، موجودة بأعمال الرسل، الكلمة اللي قلتيها إنه على الفرح بالعطاء، بيقول في العطاء غبطة أكثر من الأخذ. وهيدي جملة كثير حلوة، وهيدي بنشعر فيها كل مرة بنعطي. يعني لدرجة في كثير كهنة مثل مار منصور والكبوشي وكذا صاروا أهم شيء برسالتهم هي المساعدة. بقى نحن هون بلبنان ما بينقصنا شيء، بعتقد في ضغوط خارجية، نحن رايحين فرق عملي بين أمريكا وإيران وإسرائيل وكل هالدول يلي حوالينا كلهم سوا، هن بهيدا الوضع عندهم سياسة معينة عم يجربوا يفقروا الشعب حتى يخضعونا للأشياء يلي هن بدهم إياها لسياساتهم، وهذا شيء مؤسف. ولكن نحن لازم مثل ما قامت هالثورة من فترة هون بلبنان، لازم الشعب اللبناني دايما يسور إلى الحقيقة، نرجع نعمل ننتخب رئيس جمهورية رغم هالمآسي اللي عم نمرق فيها هلأ، نرجع يصير في عنا وزارة، يصير في عنا بلد محترم، حتى نحن كمان وقتها بنحترم نفسنا الدول الكبيرة هي بتحترمنا. كمان أبونا خلينا نحكي شوي عن رعايتكم بإدمنتون. شو النشاطات اللي عم تقوموا فيها؟ بنعرف قد ايه ناشطة، مع انه عددكم مش كتير كبير، بس عندكم بصمة تركين لوجودكم معنا. ايه، اول شيء ادمنتون تعطيكي فكرة صغيرة عنا، فيها مسيحيين كنايس، عنا كنيستنا المارونية، كنيسة الميلكايت روم الكاثوليك، وكنيسة الروم الأرثوذكس سانت فيليب. نعمل دائما نشاطات، وبالنسبة لنشاطات نحن بكنيستنا المارونية في عنا أكبر نشاطين بيدعموا الكنيسة وبيخلوا الناس هيك يرجعوا يتذكروا التراث اللبناني والعربي، هني وقت بنعمل المهرجان السنوي. هذا مهرجان كثير حلو، بيضل 3 أيام بس بنضل نحضر له حوالي 6 أشهر. بيجوا المطربين، بنرجع بنشوف المناقيش، بنشوف الصاج، بنشوف الدبكي، كل هالعادات الحلوة اللبنانية والتراثية. وهيدي صحيح نحن بنسميه المهرجان اللبناني، ولكن بيشمل السوريين، الفلسطينيين، الإسلام، المسيحيين، كلنا سوا، كل العرب وحتى الكنديين بيجوا حتى يشوفوا كمان الفولكلور اللبناني والطعام اللبناني. فهيدا بيجمع كتير وبيخلي الناس تحس حالها أنها بعدها بقريبة من بلدها. نعمل مثلا سهرات، نعمل سهرة راس السنة، نعمل غدا رعوي بالكنيسة كل جمعتين أو كل شهر، بنعمل شيء بنسميه سوشيال نايت، سهرة ترفيهية، بيجوا بيلعبوا طاولة، بيلعبوا زهر، يحسوا إنه هن بعدهم قريبين من هالشيء اللي كانوا يعيشوه ببلدهم. كتير حلو. أبونا كمان يعني مع تجربتك وهلأ يعني عم نقول بدك تترك لبنان، شو رح تحمل معك من لبنان؟ يعني اللبنانية هونيك لما بدون يتطمنوا على بلدهم شو ممكن تقلن بهيدي الظروف؟ يعني كيف ممكن نطمنن ونحن اليوم بأسوأ زمن عم بيعيشوا لبنان؟ أنا اللي بقلن إياه إنه أهم شيء ما نفقد الصبر، ما نفقد الإيمان، ونضل نصلي لبلدنا. أوكي؟ أنا اللي بشوفه رغم كل المآسي اللي عم نعيشها، الوضع تحسن شوي صغيرة من وقت الكوفيد، من وقت أول ما سرقت البنوكي رجعت نت في الحركة. يعني في عيال كانوا يطلبوا عم بيقولوا لي أبونا احنا بلشنا نشتغل، نشكر الله ما بدنا مساعدة. في ناس بلش نت في يتحسن وضعه، مش معناتها أنه صاروا الكل منيح، بس بعد في كتير حاجات. على كل حال نحن بنعرف يعني قديه دنت مستوى المعيشة، مستوى الرواتب، يعني إن كان الناس يعني قديه رواتبها تدنت من وضع إلى وضع. تصديقاً لكلامك، في مثلاً عيال بالجيش والدرك قالوا لي أبونا كنا نقبض 1800 صرنا عم نقبض 250 دولار. شيء مأساوي. وأنا عم نحكي ضباط يعني. إيه مأساوي، شيء مأساوي، يعني 200 و150 يعني إذا بده يجيب تليفون ويدفع كهرباء ما بيكفوه، من عدا أقساط الأولاد إذا كان عندهم أولاد وغيره. عشان هيك كتير ضروري هالتضامن، يكون في تضامن دائما بين المهجر وبين هون، مش بس كندا، كل الدول، كل إنسان بيقدر يساعد هون ما لازم يتأخر. اليوم كيف ممكن نحمل الرجاء أبونا؟ يعني انطلاقا من إيماننا كيف ممكن نسامح عدونا بكل يلي عم يدمر لنا إياه بلبنان؟
يعني أنا بقول هيدي رسالتنا، يعني ما فينا مثل ما بيقول واحد ما بيقدر يطلع من ثيابه. إذا كان إنسان مسيحي بده يتذكر كلام المسيح ومربولوس: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم، إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، فإنك بفعلك هذا تركم جمر نار على هامته. فإذا نحن حتى ولو الناس الباقيين ما عملونا مثل ما نحن عم نعملون، نحن لازم نبقى بهالمعاملة. مشان هيك في ناس قالوا لي، حتى في ناس مسيحيين متعصبين قالوا لي: أبونا ليش نحن هلا بدنا نساعد؟ نحن وقت اللي اعتزنا ما ساعدونا. مثل ما بيقولوا كل واحد بيشتغل حسب أخلاقه، أوكي؟ ما لازم نتأثر بسلبية الآخرين، بالعكس لازم نتأثر بإيجابية الآخرين يلي بيكونوا بيحبوا يساعدوا مثلنا، ويلي بيكون عندهم هالروح، روح الإنجيل، وحتى القرآن بيدعي للمساعدة كمان وللزكاة. كل هيدا لازم نحنا نرجع لهالأصول يلي بتساعدنا وبتعلمنا إنه نحنا ما لازم نفقد هالأمل، ما لازم نفقد هالرجاء، ما لازم نفقد عنا هالطريقة حتى نقدر نساعد. يعني لازم ضل متشبهين بالمسل العليا، ما نخلي الأدنى يشدونا لعندهم، إنما الأعلى مثال القديسين يلي ساعدوا، هن يلي يشدونا لعندهم. نعم مونسينيور، بختام حلقتنا أنا كتير بدي أشكرك، بدي هيك أتمنى عليك تحمل لبنان بصلواتك الدايمة، وهيك تشكلوا خلينا نقول هالعصب القوي اللبناني المتين بوحدتكم يلي منكبر فيها، وتعلمونا الوطنية، وتعلمونا كيف نكون وطنيين بكل حرية بكل محبة، ما نطلع على الآخر شو تاريخه شو سياسته شو مذهبه شو طايفته. أنا بدي أشكرك وبتمنى عليك كلمة أخيرة ببرنامجنا. شكرا كثير رانيا، أنا بتابع دايما حلقاتك على التيفي، كلها حلقات شيقة ومفيدة. أشكرك على كل هالنشاط يلي عم تقومي فيه. أكيد أنا اللي بقوله بالنهاية إنه أول شيء بدي أرجع ليعقوب الكبوش يلي قاعدين عنده، يلي كان يقول كمان من أمثاله الشهيرة: يا ابني، كان يقلنا، أمي بتقلنا: يا ابني بوقت الشدة صلي بمسبحة أمك. يا ابني بوقت الشدة صلي بمسبحة أمك. نحن بهالوقت وقت الشدة ما قلنا غير الصلاة والإيمان والرجاء ومساعدة بعضنا البعض ونتكل على العناية الإلهية. وأنا بقول أنه لبنان عنده مستقبل مشرق، وأنا أكيد قريبا رح بيصير عنا إذا الله راد رئيس جمهورية، ورح كل هالأمور ترجع تنقلب لخيرنا، ولأنه الله معنا ما في حدا بيقدر يغلبنا. أمين. شكرا لحضورك الخرقسقف شارل سعد، خادم رعية سيدة المعونات في إدمنتون كندا. شكرا دايما أبونا من ألبرتا، وصلت إلى لبنان وضيعتك الأحبة قلبك، كنا حابين نصور ببيتكم مع الوالدة الله يطول بعمرها، بنوجه لها تحية. طرزة الحلوة، طرزة الغنية بشجرة بأيامها، بطيبة أهلها، بكرمهم، بينابيع الحلوة، مثل ما قلت يعني المي النبعة بتسقي وما بتسأل مين هو الإنسان اللي عم يطلب المي. شكرا لكم مشاهدينا، على أمل دايما ما نلتقى إلا بالأوقات المنيحة والحلوة، ويرجع بلدنا أحسن من مكان، ويكون لخير هالوطن، كل هالألم يتحول إلى مجد القيامة بالسماء وبالحياة الأبدية. إلى اللقاء دايما من لبنان، وبنرجع بنشكر جمعية راهبات الصليب لأبونا يعقوب الكبوشي، طبعا من دير يسوع الملك، هل يعني جسد يسوع المادد ايديه وفتحهم، ان شاء الله هيك لحتى يحل السلام بلبنان والعالم اجمع. الى اللقاء.